استاذه رانيا تتفضل. استاذه رانيا من الجيزه تتفضل. ايوه، السلام عليكم. اتفضلي يا استاذه. انا عندي مشكله صغيره وعايزه راي حضرتك فيها. ان شاء الله. انا رديت بزوجي بظروفه، وكان على قلبي زي الحسن. هو كان متجوز ومطلق وعنده طفل، والطفل ده كان بعيد عننا. رديت ان انا اتجوز بعفش قديم، ولحد دلوقتي بفتخر بحاجه زي كده لاني انا راضيه بحاجه زي كده. طيب. دلوقتي بتذل من حماتي بالكلام اللي انا رديت بحاجه زي كده برضه، علشان وساكته والحمد لله، علشان جوزي كويس جدا فما بتكلمش. انا دلوقتي مأذيه من حماتي جدا نفسيا وجسديا. تخيل، هي مريضه نفسيه، هي معلش انت بتقولي معلش عشان اعرف حجم الاذى اللي انت فيها. مريضه نفسيه من اي نوع؟ يعني عندها ايه؟ ايه عندها تشخيص المرض؟ وسواس قهري، بتقعد في الحمام مثلا من الساعه 2 للساعه 9. هي عايشه معاكم في نفس البيت؟ هي من شرط الجواز انها تيجي تقعد معايا هنا شويه ومع فلفي شويه، يعني هي تقعد مع ملهاش غير مع ولدين. الولدين شويه، بحيث ان جواز زوجات ولادها مراتنا احنا اللي يساعدوهم. نشيلها. طيب هي سنها كام سنه؟ فالاول كان سنها كام سنه يا حاجه استاذه رانيا؟ و70. حاجه و70. طيب فهي عندها وسواس قهري في النظافه، في الميه، في يعني الميه. اهم حاجه عندها الميه. بتقعد قد ايه في الحمام، ساعه ولا اتنين؟ لا، مثلا من الساعه 2 لحد الساعه 9 بالليل في الحمام. . طيب ايه فين سؤال بقى حضرتك؟ انا دلوقتي تعبت نفسيا، انا ضغطي بقالي في الحمل وسقطت، والحمد لله يعني ده كله قضاء من عند ربنا، بس هي سببت لي اذى نفسي. انا بقيت حتى مجرد ان انا اتخيل ان انا قاعده كده معاها بقت تتعبني نفسيا، ليه بقى؟ ومش لوحدي يعني. قولي لي هي دلوقتي واضح الناس اللي عندهم وسواس قهري في النظافه في الغالب وقتهم كله بيبقى مرتكز على نفسهم. ممكن تبقى عندها مشكله معاكي لو لمستي حاجه بتاعتها او قربتي منها او عملتي شلتي حاجه من مكانها او انك انت حطيتي حاجه ما هي شايفاها مش نظيفه. ده ممكن تبقى مشكلتك معاها. هل هي دي مشكلتك ولا في مشكله تانية؟ يعني الله يسامحها، هي مش عادله ما بين الاخوات. طيب. وده مأثر، يعني مأثر على عيشتي. مش عادله ما بين الاخوات، يعني ادت للاخ فلوس اكتر من اخوه التاني؟ بص، انا دايما بقول انا ماليش دعوه، بس انا ليا ان تعدل ما بين الاخوات حاجه الواحد يشوفها. لا، انت ليه ليك ان هي تعدل ما بين الاخوات؟ انت معلش انا اسف، علشان يعني الظلم وقع علينا. استاذه رانيا، استاذه رانيا بعد اذن حضرتك، يعني هي بتعدل ما بين الاخوات في فلوسها ولا في فلوسكو؟ لا، في فلوسها هي. طيب خلاص، انت عايزاني اجاوب على السؤال ده مش كده؟ بس انا لا، عايزه حضرتك تجاوب. انا دلوقتي يبقى عليا وزر لو رفضت انها تيجي هنا تاني؟ هجاوب حضرتك يا فندم. لو ينفع اكلم حضرتك بره الهواء يعني؟ طيب تمام. خد الرقم من الكنترول وانا اكلم حضرتك بعد ان شاء الله، اتصل بيا بعد الهواء ان شاء الله. بص يا استاذه رانيا، اول حاجه بس احنا سمعنا قصه طويله خالص. انا بنصح زوج حضرتك، مش انت مالكيش دعوه دلوقتي، انا بنصح زوج حضرتك ان من بر الوالدين ان والدته لازم تاخد الدواء تاني. لو هو بيبر والدته، جزء من بره لوالدته ان هو لازم يخليها تاخد الدواء، لان من الساعه 2 للساعه 9 7 ساعات، لو ان هي بتاخد 7 ساعات في الحمام، 7 ساعات دول كفيلين ان هم يعرضوها لمخاطر لا اخر لها. فهو لو بار بيها لازم يخليها تروح للدكتور وتاخد دواء، ده لازم. ادي رقم واحد. رقم اتنين، ببساطة خالص، الوسواس القهري ده الناس مش متصورة ممكن يوصل الإنسان إلى إيه. هي أكيد عندها شقوق وجروح من كثرة المية اللي هي بتنزلها وكثرة الأدوات اللي بتستخدمها في النظافة، فده مرار وحاجة حاجة مؤذية جدا. أمر تاني مش هتكلم كمان في كمان استهلاك للمية، استهلاكنا للمية اللي هي في الحقيقة حرام إن إحنا نسرف فيها. لكن الأهم كمان ان احنا بنسيب حد يقتل نفسه بالبطيء، فده حرام. فانت لو بتحافظ عليها وبتبرها لازم تعالج لها الوسواس القهري ده بان هي تروح لطبيب وتاخد الدواء، لازم تضغط بقى لغايه، لان دوت انقاذ للانسان. وانا احياها فكانما احيا الناس جميعا. الحاجه الثانيه المهمه بقى، انت من حقك ان انت تعيشي في سكن مستقل ما فيهوش حد تاني معك، ده حقك. لكن مش من حقك ان انت
تبصي لمال حماتك، مال حماتك ده ملكها تتصرف فيها كيفما شاءت، وليس من حقك ان انت تقولي انت اللي انت عايزاه ان هي تعدل ما بين الاخوات، ده مالها تتصرف فيه زي ما عايز. يبقى انت من حقك ان انت تعيشي في سكن مستقل، لكن في نفس الوقت ليس من حقك ان تتدخلي في كيف تنفق حماتك مالها، لانها هذا مالها وهي كمله الاهليه تتصرف فيه كيفما تشاء. بل انا انصحك ان تخلي جوزك ما يبصش وما يقارنش ما بين اللي هي بتتعامل بيه معاه او بتتعامل مع اخوه، لان دوت نوع من انواع تصرف الانسان في ماله اللي هو لا يحق للانسان ان هو يتكلم فيه اذا كان هو مش محجور عليه.